اي محنون، انا بزاف مقلقة. وعلاش راكي مقلقة يا بنتي؟ هاني خمم جدو ومانو كيفاش راهم عايشين. ما اللي يحبوا هذه المعيشة ماشي حنا يا بنتي؟ انا حابة نفهم شكون راهو يطيب لهم ويغسل لهم. ايه مانك شاطرة ومازالها على ديدانها. بصح هما كبروا مساكن. الله يبارك، ربي يعطينا بركتهم برك. مساكن طشوا راهم يمشوا باللمبوط. ايه ايه هذه هي حالة الكبار يا بنتي. ديما انا راني حابة نجيبوهم يعيشوا معانا. يا بنتي كي تجي باباك ونقولوا له. انتي هذا اش تعرفي تهضري؟ كي تجي باباك وكي تجي باباك. ايه ايه كبرتي وليتي تعرفي تهضري. خشت لماني كيما قلتي. الله يبارك الله يبارك، ان شاء الله انتي تولي تسمعي باللمبوط. بيتا 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 تفكر صغرك فيها. بيتا 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 الشيخ هذا مول التليفون اللي جا. هاني نشوف فيه. قرب قرب. مس الخير دا شعبان. أنت الخير أخ دمتو. أي فرد دا شعبان راسيت لابش وشعلتو مبروك عليكم. صحيت صحيت مرضو تقدروا تهضروا بيه. بلغه بسلامة. جابوه جابوه. وايش راكي تقولي؟ ورا ذاك اللمبوط الكبوط والتحشيت واه. كاش بروبلم اختار في المرسم واتصل بالحسنة تاع شعبان. العصبان ايه على موكل زمان. الذبان اليوم زاد قوة. من البارح وانا نقول لك اشري الفليتوكس ونشعله في الذبان النار. الحار ابي انصير بالحار. الله يجعل الخير الله يجعل الخير. يا الكاشير ودخل الكاشير في العصبان. زيغن كميت عقونا. وشنو هذا الفرطاب المحان؟ ان شاء الله يكون خدمه مليح. فتح الباب كان في عمري 20. وقيل الدمور بسردين. عزدين يا اخي خدمه ولا بزاد؟ شحال واش وقيل ترشتي؟ راهو يقول الكيلو ب20. بيتا 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 تفكر صغرك فيها. بيتا 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 اش كلي ملعش فيها. يا مراوية قوة. يا راجل بعقلك دوك يفيد الحليب ونجيبهولك. هذا ما جابش يفيد. يبا انت لك الشك تخلي عرشك. ايه لا قول يا عفية الدر. وشنو بابا؟ وش قلت بابا؟ ايه روحي روحي. والله يا بابا غير جبت هكي مجده. روحي روحي. بابا وش قلت لك؟ ما يذكرهم خير ان شاء الله. والدي يمشيكم ان شاء الله. يا بابا ادعوكم بزاف. وش راكم تحكوا؟ على بابا ويما مساكن. والله غير البارح جبدنا عليهم انا ودودونا. واش فكركم فيهم؟ هدي قعد دودونا هي اللي توحشتهم وهبلتني عليهم. يا بابا توحشهم انا بسبسة. وين حابا نجيبوهم يعيشوا هنا معنا في الدار.
انت متعرفيش عقليته يا بنتي، هما اللي يحبوا يعيشوا وحدهم. هذه صح يا دودونا، هما اللي يحبوا يعيشوا وحدهم على حسب عقليتهم. يا بنتي بابا عقليته خشينة. يا بنتي ويما عقليتها حنينة. تبكم العقلية الخشينة والحنينة باين حياتهم راهي بنينة. الله يكمل ان شاء الله حياتهم في الهنا، وربي ان شاء الله ينحيلهم لغبينا. وانا حبيت نجيبهم هنا. كيما الكبار شوفونا كيفاش دايرين متلو كل مومنتين.